استاذه ندى بتسال عن مساله لبس البنطلون للنساء او للفتيات، ينفع ان انا البس بنطلون؟ يجوز اذا كان هذا الرداء واخد الصفه اللي هي في الصفات المعروفه في ملابس وزي المراه، ان البنطلون يكون واسع ما يكونش لاصق، احنا بنقول لا يصف ولا يشف، وجايبين المواصفات دي منين؟ من توجيهات النبي عليه الصلاه والسلام. من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة أنه ما يشفش العضو اللي تحته، وأنه في نفس الوقت لا يصف ما يكونش لاصق. فإذا كان البنطلون رجليه واسعة وساتر ما بيشفش، ففيش أي مشكلة، وبلبس الحاجة يعني الأولى تراعي قدر الطاقة أن يكون الشيء ده اللي هتلبيه بحيث يحقق الستر المطلوب، ويجوز لك وفقا لهذا الوصف أنك تلبسي البنطلون بالصفات اللي قلناها.